السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل الجزء الأخير من هذه المحاضرة، كيف يتم تكوين جهاز الراوتر. طبعا يقال عنه ما قيل عن جهاز السويتش اللي تكلمنا عنه في محاضرة سابقة، ونفس الكلام لن أتعمق كثيرا في الموضوع، لكنه يعني يكفي أن أشير لك هذا جهاز الراوتر، وهذا المربع فيه الأوامر الخاصة بإعادة التسمية. إذا تذكرون الراوتر داخل الآن في السطر الأول كمستخدم عادي، كيف عرفت إشارة الأكبر من كتب أمر Enable، وهذا الأمر اتفقنا قديما على أنه هو الذي يمكنني من الدخول كمستخدم صاحب امتيازات. بالفعل أصبح راوتر بعده الهاشتاج والأمر الخاص بالكونفيدر تيرمينال، وبعدها بدأ يضع الأشياء اللي يحتاجها. في مثل هالمثال أعطى اسم اللي هو الهوست نيم R1، وشوفوا تحول الاسم، أصبح ذا راوتر أصبح R1. في الجهة الأخرى هناك اختصارات يعني ممكن تتم وتسهل الموضوع، EN هذه تكفي يعني بدلا من كتابة enable، conf t هذه تكفي كذلك بدلا أن تكتب الconfigure terminal، ho تقوم مقام الhost name. فيه اختصارات كثير يعني قد نتعرف عليها كثيرا لو نحن نمارس عمليا هذه الأعمال، لكنه إلى الآن أنا أتصور أن هذه المادة يجب أن تكون في إطار النظري وأن لا يتم التعمق كثيرا في الأوامر والتعامل مع الأجهزة، لأنه قد يتم التطرق لها في كورسات قادمة يعني تكون مركزة كثيرا على الجزء العملي. أختم بمصطلحين مهمات مستخدمة بكثرة في عالم الشبكات، مصطلح مجال التصادم ومجال البث. ما هو مجال البث؟ مجال البث يعني حتى أبسط الفكرة، مجال البث هو مجال مبني على منافذ الراوتر بحيث يمثل كل منفذ مجالا للبث. يعني إيش؟ يعني أنه لو صار هناك بث برودكاست من طرف جهاز من الأجهزة، ما هو المدى الذي سيشمل هذا البث؟ هل مدى كاملا يسمى مجال بث؟ مجال البث هو المجال المبني على منافذ الراوترات. وليش قلت منافذ الراوترات؟ لأنه منفذ الراوتر يعتبر هو الحاجز الأخير، لا يستطيع البث أن يتجاوزه، فما قبله يعتبر بث. المثال راح يوضح الصورة. مجال التصادم هو مجال آخر مبني على منافذ السويتشات ومنافذ الراوترات بحيث يمثل كل منفذ منها مجالا للتصادم. خلنا نشوف الصورة حتى توضح الفكرة. لو كان عندي هذه شبكة الآن وأردت أن أحدد مجال البث ومجال التصادم، مجال البث هو المجال المبني على منافذ الراوترات. أنا عندي راوترين وكل راوتر فيه منفذين، فبالتالي مجال البث اللي عندي موجود في هالرسمة في هالمخطط الشبكي اللي أنا الآن علمتها باللون الأصفر، هذا مجال البث الأول وهذا مجال البث الثاني وهذا مجال البث الثالث. بناء على التعريف، مجالات التصادم هي المجالات المبنية على منافذ السويتش وكذلك منافذ الراوتر، يعني هذه الآن هي مجالات تصادم. كل مجال يبنى على منفذ السويتش أو الراوتر هو يسمى مجال تصادم. ففي هالمثال عندي الآن كم مجال بث وكم مجال تصادم؟ مجالات البث 3 ومجالات التصادم 9. مثال آخر، لاحظ معي الأجهزة اللي موجودة هنا الآن سويتشين وهب. وأذكرك تكلمت في محاضرة سابقة عن الهب. الهب هو جهاز كان يقوم مقام السويتش قبل أن يتم ابتكار السويتش، وذكرت أنه جهاز السويتش ذكي مقارنة بهذا الجهاز، وذكرت أنه جهاز السويتش عنده جدول خاص به فهو يرسل الرسالة إلى وجهتها مباشرة، بينما جهاز الهب هو جهاز يقوم ببث كل ما يصله لجميع الأجهزة اللي موجودة. أنا عندي على أي حال تعريفين واضحة توضح لي الفرق بين مجال البث ومجال التصادم. طيب السؤال هذا الآن، كم مجال بث موجود عندي؟ مجال البث اتفقنا إنه هو المجال المبني على منافذ الراوترات. طيب ما في عندي هنا راوتر، ذكرنا هذا التعريف حتى أبسط لك الفكرة، وإلا فكرة مجال بث مثل ما قلت في بداية الحديث عن مجال التصادم والبث، إنه إذا أحد الأجهزة وليكن هذا مثلا أراد أن يرسل رسالة بث، أين سيكون مداها؟ فمداها الآن من خلال هذا المخطط الشبكي اللي أمامنا مجال بث واحد، ما عندي إلا هذا المجال. لو أرسل جهاز من الأجهزة رسالة بث فإن مجال البث هو مجال واحد سيصل لجميع الأجهزة اللي موجودة في هذا المخطط. مجال التصادم، مجال التصادم اتفقنا أنه هو المجال المبني على منافذ السويتشات ومنافذ الراوترات. لاحظ ما تكلمنا إطلاقا عن الهابس، فبالتالي كم مجال عندي الآن من مجالات التصادم؟ هذه لكل منفذ من منافذ السويتش أو الراوتر يعتبر مجال، فعندي 1 2 3 4 5 مجالات. لاحظ الهب تعاملت معه بهذا الشكل لأنه لا يعتبر مجالا للتصادم. إذن عندي مجالات البث في هالمخطط مجال واحد ومجالات التصادم 5 مجالات.
مثال آخر، لكن أتمنى هالمثال أن تفكر فيه أنت وأن تضع إجاباتك المقترحة في خانة المناقشات حتى نتناقش في هالموضوع. لاحظ عندي راوتر وعندي 3 سويتشات. السؤال: كم مجال بث في هذا المخطط وكم مجال للاتصال؟ إلى هنا أنتهي من هذه المحاضرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد، ونلتقي إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم.